النهارده مع بعض الحلقه بتاعتي فيها تفاصيل كتير قوي. معانا الكبده متهمه ان هي تتاكل اسكندراني او في سندوتش. بتيجوا ناكل الكبده النهارده بالدمعه متسبكه بطعم جديد وحلو وطبع حلو ينفع على الفطار. يعني ايه؟ مش هنعمل سندوتشات كبده على الفطار ونقول ان احنا بس عاملين سندوتشات، لا، هنعمل الكبده النهارده بالدمعه، الصلصه، الفلفل الحار، نفس المكونات بس بطريقه المغازي. هنشوف نقدمها ازاي لحضراتكم. اخبار النار ايه؟ انا حاطط طاسه على النار وعايز اعمل الكبده اللي بالدمعه عشان حضراتكم تشوفوها ازاي ونرحب الكبده من سندوتشات الكبده. تعالوا مع بعض مقاديرها على الشاشه. كبده كندوز مقطعها ومجهزه، معانا توم، معانا فلفل حار، معانا معجون طماطم، معانا طاسه شديده الحراره على النار. حلو الكلام، زي الفل كده، واحده واحده كده. ومعلقه معانا، هنحط شويه زيت الكبده على البلانش اهي ومن غير دم عشان انا مش بحب الدم. ادي زيت الزيتون والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه يا مغازي تتحدث عن نفسها. استنى على الزيت ده يسخن ويبقى شديد الحراره شويه. معايا فلفل حار ومعايا تومه حلوه زي الفل. انزل باول حاجه التومه، ونصيحه مني ما تخليش التومه تاخد لون وانت بتعملي كبده. اللون ده كده اهو. جيبوا لي التفاصيل دي، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه يا شفيق؟ والفلفل الحار. اخبار الكبده ايه؟ هو ده اهو اتسبكت. نشيل الغطا ده كده نخليه، وناخد الكبده الحلوه دي كده. طبعا خلي بالك في فلفل حار، عرفي الولاد ان انت حاطه فلفل حار، عرفي حماتك عشان ما تقعش في الفخ وتقول لك الكبده حار، ما قلتيش ليه ان انت حاطه فلفل حار، او اعملي لها شويه على جنب، ايه المشكله؟ هو ده الحب. فاجئيها يا حماتي، عارفه انك مش بتحب الحار والاولاد بيحبوا الكبده الحار، فيها فلفل متقطع كتير، طالعين لابوهم، تيجي عامله لك جو. عينيا حط دي هنا اهو، ابعد خالص على المنطقه اللي انت مش عايزها، واقلب ده كده اهو، واسيبها تغلى على النار لغايه مخرجنا الجميل ما يقول لي وقتك خلص. دي عايزه لها على النار كده نار هاديه مش اقل من ساعه. للامانه انا بتكلم المصداقيه، ورزقي ورزقكم على الله. الاكله دي عشان تطلع بالتفاصيل اللي انا عايزها وبالطعم اللي انا عايزه، دي عايزه ساعه على النار نار هاديه. خلي بالك عشان تطلع بالطعم اللي انا عايزه. هتقولي الكبده عايزه ساعه يا شيف؟ نار هاديه جدا، تختلط مع التسبيكه دي مع الفلفل الحار، هتسيب الكبده وتاكل التسبيكه. بس احنا طبعا هنقدمها لحضراتكم بس تبقوا عارفين التفاصيل دي كلها. هنغطيها مع بعض. تعالوا شوفوا التسبيكه بتاعت الكبده. حلو. الطبق الحلو ده كده مكانك هنا يا غالي زي الفل. اخبار الكبده ايه؟ على النار. يا ويلي يا ويلي، انا قلت وربنا كرمنا. لازم تغلي الكبده كده مع الصلصه الجميله الحلوه. بص عليها كده، مش عايزه حاجه فيها كل التوابل اهي. شفت؟ جيبي من تحت على فوق كبده، خلاص شربت الصلصه والتسبيكه مع الفلفل الحار اهي. هتاكل الطماطميه اللي جنب الكبده، ومن جور السعيد يسعد هتاخد الارض الفلفل الحار اللي جنب الكبده، ومن جور السعيد يسعد، وتسيب الكبده للضيوف زي الفل يا عم الشيف اهي. على فين؟ على السرفيز والتقديم على طول زي ما هي كده، مش عايزه اي اضافه. كبده بالدمعه، كبده بالتخديعه، كبده بالصلصه، كبده مطبوخه، يخنه الكبده، كل دي مصطلحات ممكن تفاجئك، ولكن السكه واحده والاعداد واحد والتنفيذ واحد.